ولا هيفا هابي بيرثدي، بحبك كثير، انت اجمل واقوى مره، وعنا استعداد انه نقدم لها اكثر من هيك. شربل قدم طبلوات حلوه كثير لإلي، حلوه لانها بتشبهي. بتمنى لها كل شيء حلو مثل قلبها الحلو، وبحبها من كل قلبي. المعرض روعه، الصور اروع لان هي فيهم. بتمنى لك كل السعاده، لان انت انسان عن جد بيستحق هيدا الشيء، لان انت بيبي. هيدا اللي بقول لك اياه، ويمكن انا اكثر انسان قريب منك وبعرف شخصيتك مزبوطه، اللي ما بيعرف فيك بيجهلي، لان انت من جوا بتعقدي. بحبك. هاي وي ويش يو اول ذا بيست فور مي، اول ذا بيست اند ذا سكسس از اولويز. هابي بيرثداي. هيدا المعرض يعني من قلبي عملته لاروع نجمات العالم، بشكرها كثير على الدعم الكبير اللي قدمت لي اياه، وبحبها كثير. اي لاف يو هيفا. دايماً نقول إنه عندكم شيء مميز كفانز لستار، بس اليوم اكتشفت قد ايه انتوا اكثر يوم بحسكم فيه جايين تكسبتوا لي شيء. نحن مش جايين بس لنكون فانز، نحن اليوم جايين لانه عاملين لك هذا الشيء كله لإلك انت مش لإلنا، وحسيتوا هالشيء. يمكن على قد محبتكم انا عملت افورت اكون موجوده، انبسطت كثير باللي شفته، ان كان وجودكم حضوركم او البينتينجز اللي رسمهم شربل. عن جد انا بشوف حالي فيكم وبحبكم من قلبي.